ندرك جيدا بالمؤسسة الوطنية، بالائتلافات، بالائتلاف الوطني، بالشبكات، بكل المناهضين، أن ما نقوم به لإلغاء عقوبة الإعدام يتطلب قطع مسار طويل لتفكيك أولى العناصر المعقدة لهذه العقوبة، التمثلات التي تستعمل لتبرير الإبقاء على الإعدام، وأننا المناهضون، كل المناهضين لعقوبة الإعدام سننجح في تغيير المبررات، لأننا مثابرون ومصممون على الإلغاء وللإلغاء العميق، وطموحنا الإبقاء على الحياة أعمق من تصميمنا على الإبقاء ومناهضة الإلغاء. أكدنا السنة الماضية السيدات والسادة على موقف مؤسستنا على أن تعليق عقوبة الإعدام مع إبقائها قائمة في القوانين هو أكثر وأشد قساوة من تنفيذها، اعتباراً للوقع النفسي والاجتماعي للتعذيب الذي يترتب على هذا التعليق. ودعونا إلى إخراج المحكومين بهذه العقوبة وأسرهم من الحالة الانتظارية القاسية التي تضاهي وتتجاوز في تداعياتها النفسية وتبعاتها الاجتماعية تنفيذ عقوبة الإعدام. واليوم نؤكد قناعتنا في هذه السنة أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً ولا يشكل تنفيذها ضمانة لتحقيق الطمأنينة لأهل الضحايا ولا أمن المجتمع، وسنشتغل خلال هذه السنة على نشر هذه الرؤية أن عقوبة الإعدام لا تحمي أحداً مع كل من زملائنا والمناهضين لعقوبة الإعدام. لابد من التذكير باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحضور الكريم بأن الثابت الذي يبني عليه المجلس موقفه الداعي لإلغاء الإعدام هو أولاً طبيعة الحق متأصلاً مطلقاً وعليه تتأسس كل الحقوق الأخرى. ثانياً، طبيعة المجلس كمؤسسة وطنية تحرص على حماية هذا الحق وتدعو مرة أخرى وتجدد دعوتها المشرع إلى ترجمة المقتضيات القانونية بالقانون الجنائي بما يتلائم والمادة 20 من الدستور وما تم المصادقة عليه بدون تحفظ من طرف المملكة المغربية. ونحن نحتفي بعشرينية هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الفضاء الذي لا يذكرنا بل فقط لنعيش تلك اللحظات 20 سنة التي عمل زملاء لنا. نرحب بالسيدة لطيفة أجبابدي حاضرة معنا اليوم في هذه 20 هيئة الإنصاف والمصالحة. ننتظر أن نتقدم خطوات للمصادقة على البروتوكول الاختيار الملحق بالعهد كتوصية من توصيات تقرير هيئة الإنصاف والمصالحة وبعلاقته بكذلك التصويت لصالح القرار الدولي لوقف التنفيذ خلال اجتماع اللجنة الثالثة في دجنبر المقبل. ولعل ذلك من بين الأسباب التي تفسر حرص المجلس الوطني بصفته الجهة المكلفة بمتابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على أن تتضمن مذكراته، آراؤه وتوصياته بالتقارير السنوية في أن موقفه الصريح والواضح بإلغاء عقوبة الإعدام. طموحي هذا الصباح وطموح كل الحاضرين أظن المناهضين لعقوبة الإعدام وكل الزملاء الذين لم يحضروا معنا وهم مناهضون لأسباب متعددة، نطمح كذلك أن يتم الاجتهادات القضائية بعدم الإدانة بعقوبة الإعدام في أي قضية قد تكون خاضعة لعقوبة الإعدام تفعيلاً للدستور، وفي انتظار ملائمة الدستور مع التشريع. اليوم يدفعنا السياق الوطني الذي يجعل من مرجعية حقوق الإنسان والديمقراطية أحد ركائز
قرارات السياسة العمومية، أن نتقدم خطوة ما دام ينطوي على الجميع الحيثيات لإلغاء عقوبة الإعدام، التي تجعلنا نعي أنه لا ينبغي أن نخطأ مرة أخرى الموعد، موعد الإلغاء التشريعي، ما دام الواقع قد ألغاه وأوقفه فعلياً. نجدد دعوتنا إذن إلى الحكومة وإلى المشرع والبرلمان المغربي من أجل، أولاً حكومة من أجل التصويت، والبرلمان المغربي من أجل أن يكون هناك مقتضى واضح لإلغاء عقوبة الإعدام. في انتظار ذلك سنبقى دائماً كمناهضين لعقوبة الإعدام، متابرين فاعلين ومصممين للترافع على إلغاء عقوبة الإعدام وحماية والترافع فقط للحق للحياة. الحق في الحياة محق متأصل أصيل مطلق، وعليه يمكن أن ندرس ونعمل ونفعل الحقوق الأخرى. شكرا لكم ولحضوركم معنا هذا الصباح.